عليكم أعزائي طلاب الأول متوسط، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بمادة اللغة العربية. اليوم احنا راح نستمر بحل أسئلة نهاية الكورس الأول اللي جرت امتحاناتها يوم 25/1/2022. أنا راح أخلي لكم الأسئلة السابقة اللي حليتها، راح أترك لكم إياها في مربع الوصف اللي يحب يطلع عليها. عندنا الآن نبدأ على بركة الله نحل الأسئلة. السؤال الأول القواعد. قال الشاعر: لولا الذي ترهب الأملاك قدرته جعلت متن جوادية قبة الفلك. في بيت الشعر ضمائر اذكريها وبين موقعها الإعرابي لاثنين فقط. عندنا هنا نجي أول شيء الضمائر الذي ترهب، هنا عندنا ترهب ضمير مستتر تقديره ترهب أنت، فأول شيء عندنا قدرته الهاء، الهاء أيضا ضمير متصل، وعندي تاء، تاء الفاعل ضمير متصل، وجوادية الياء. عندي هي تريد فقط اثنين، هاي احنا أربعة موجودة في البيت الشعري. ثانيا: هناك دار رائعة البناء، استخرج اسم الإشارة والمشار إليه. عندنا هنا اسم الإشارة هو هناك، المشار إليه هي دار، المشار إليه هي دار. ثالثا: قدم سيبوي عملا عظيما، استخرج العلم وبين نوعه. العلم هو سيبوي، نوعه مركب مزجي، نوعه مركب مزجي. يسعى المؤمن إلى الإصلاح، عين الفعل المضارع واذكري علامة إعرابه. الفعل المضارع هنا عندنا هو يسعى، يسعى علامة إعرابه هنا الضمة المقدرة. دائما إذا احنا قاليها إذا الفعل المضارع معتل الآخرة، يعني شنو معتل الآخرة؟ يعني نهايته يا أما ألف مقصورة يا أما واو يا أما يا، يكون الضمة المقدرة. زين، كتاب الطالب جديد، استخرج المضاف إليه وبين نوعه. عندنا المضاف إليه هو الطالب، شنو نوعه؟ نوعه اسم معرف بألف. نجي على السؤال الثاني، السؤال الثاني، السؤال الثاني أعزائي الطلاب، الإجابة على خمسة فقط راح نحلهن، نحل سبعة جايات. أولا: جاء الذي شارك في السباق، في الجملة اسم موصول، اذكريه وبين نوع صلة الموصول. احنا اسم الموصول هو الذي، نوع صلة الموصول هذا صلة الموصول، هذا شوية سؤال يعني يجب على الطالب أن ينتبه. نوع صلة الموصول هو جملة فعلية، نوع صلة الموصول شنو؟ جملة فعلية، لأن بدت الفعل شارك في السباق. تمر البصرة لذيذ، أعرب ما تحته خط. تمر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف، والبصرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. زين، أعرب الياء في الفعلين قولي وارحمني، قولي وارحمني. هنا الياء باعوا الياء الأولى قولي، الياء إذا اتصلت بياء المخاطبة إيش قلنا؟ إيش تنعرب؟ تنعرب فاعل. إذا اتصلت بياء المخاطبة تنعرف فاعل، فإعرابها هنا ياء فاعل. بينما أرحمني، أرحمني الياء هاي ياء المتكلم، إذا ياء المتكلم تصير الياء شنو تنعرب؟ تنعرب مفعول به، تنعرب مفعول به، يعني نعربه ضمير متصل في محل رفع فاعل، وهنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. سيذهب إلى المدرسة، سوف يذهب إلى المدرسة، ما الفرق بين الجملتين؟ الجملة سيذهب هذا إلى المستقبل القريب، سوف يذهب إلى المستقبل البعيد. إنه ناجح في الامتحان، اذكر الضمير ثم اعربه. الضمير هو هاء، هنا هو اسم إنه، هو اسم إنه، أعربه ضمير متصل في محل نصب اسم إنه، في محل نصب اسم إنه الهاء. عندنا: يكتب محمد الدرس، عين الفعل المضارع وبين علامة إعرابه. الفعل المضارع هو يكتب، علامة إعرابه الضمة الظاهرة على آخره. سامح المخطئ، عين الضمير واذكري نوعه. سامح المخطئ هو الضمير شنو هنا؟ فعل أمر، فالضمير هو ضمير مستتر وجوبا تقديره سامح أنت المخطئ، أو سامح أنت المخطئ، فالضمير مستتر تقديره أنت أو هو. واذكر نوعه شنو نوعه؟ ضمير مستتر وجوبا، هذا النوع مالته. السؤال الثالث اللي هو الإملاء. الإملاء: ارسم التنوين على ما يجوز فيه التنوين من الكلمات الآتية مبين السبب فيما لا يجوز فيه التنوين.
هدى التنوين يصير على كلمة الدال، كاتب هذا التنوين هنا، المعلم لا يجوز، ليش؟ لأن معرف بأل، في لا يجوز لأنه حرف جر، يقاتل لا يجوز لأنه فعل، يدخل فقط على أسماء التنوين. محمد التنوين اسم علم، محمد عن لا يجوز لأنه حرف جر. أعد كتابة الجملة بحسب قواعدها الصحيحة. للعراق هيبة بين الدول، فهيبة شو تصير؟ هيبة تاء مربوطة يصير أرعى والدي رضا الله تعالى، هذه تصير هيك رضا الله، ما تخلون تنوين، ليش؟ لأنه وراها مضاف إليه، يدخل الطالب إلى الصف بهدوء، بهدوء إن هيك تصير، شكرا تصير هيك شكرا لأبطالنا الذين يدافعون عن مقدسات الوطن. دخل المريض إلى المستشفى ما يصير، فقط أقول إلى المستشفى، يعني أشيل التنوين. شكرت المعلمة شكرا كثيرا، شكرت المعلمة شكرا كثيرا كثيرا. هذا بالنسبة للتنوين. زين، اكتب في احد الموضوعين التاليين، الموضوع الاول للانشاء هو يحكي عن الوطن، والموضوع الثاني عن الاخلاق. لهنا ننتهي درسنا، شكرا جزيلا لكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.